سلطة الرنجة. سلطة الرنجة مقاديرها بسيطة جدا. عندي كيلو من الرنجة المخلية متقطع شرايح، أنا ما رضيتش أحطها على بعضها. وعندي كمان، يبقى عندي سلطة الرنجة كيلو من الرنجة وبطاطسيتين مسلوقين ومتقطعين مكعبات أو شرايح زي ما أنتم شايفين. وعندي جزراية متقطعة شرايح رفيعة. وعندنا عودين من الكرفس برضو شرايح رفيعة. معلقتين بقدونس وثمرتين من البصل الأخضر متقطعين شرايح. وبصلاية حمراء شرايح، كله شرايح. يعني ايه كله شرايح؟ يعني كله شرايح رفيعة. ومعلقتين خل ومعلقتين عصير ليمون ومعلقة مستردة وخس بلدي. تاني المقادير، عندي كيلو من الرنجة مخلي ومتقطع بالورب كده زي ما انتم شايفين اهو، انا ما رضيتش اخلطه على بعض. عندي بطاطسيتين مسلوقين وجزراية متقطعة دواير وبصلايتين خضر متقطعين دواير وعودين كرفس. وعندي كمان بصلتين من الحمر كله شرايح. وعندي هنا معلقة مستردة، معلقتين خل، معلقتين عصير ليمون، ومعلقتين بقدونس وخس بلدي. تعالوا مع بعض نعمل ايه. هنا اللي هقول عليه دلوقتي يا ريت تعملوه. هجيب كل المكونات بتاعتي. اول حاجه الدريسنج اللي هو عباره عن، معلش سامحونا، في 3 معالق عصير زيت زيتون نسينا نكتبهم، 3 معالق من زيت الزيتون في المقادير، 3 معالق اهم زيت زيتون عشان نكتبهم دلوقتي يا ياسر من فضلك، معلش انا اللي نسيت اهم. حطينا هنا عصير الليمون مع زيت الزيتون والمستردة والخل، ده الدريسنج بتاعنا بتاع السلطة. بعد كده هضيف عليه بقى، بعد ما قلبنا كده وعملنا دريسنج اهو شايفينه، ناخد كل الخليط مع بعضه، البصل والبصل الأخضر والكرفس والجزر، وهنا البطاطس والبقدونس، كل ده نقلبه مع بعضه مع الرنجة المتقطعة، مع الرنجة المتقطعة. ونقوم جايبين بلاستيك فيلم ومغطيين ده وسايبينها في التلاجة على الأقل قبل التقديم ساعة. تاني بنحط البطاطس والجزر والبصل الأخضر والبصل الأحمر والبقدونس والمستردة وزيت الزيتون والخل، كل ده مع بعضه. ما ضفناش طبعا ملح لأن الرنجة فيها ملح. بعد ما بنحط كل الخليط ده مع بعضه بنعمل فيه ايه؟ بنقوم جايبينه حاطينه جوه التلاجة لمدة ساعة عشان يتشرب كله مع بعضه، ونسبة الملح الموجودة في الرنجة تطلع مع الخضروات الموجودة عندي. جميل؟ بعد كده هنجيب الخس البلدي. ساعة التقديم نحط الخس، ونحط كمان عودين كده من الخس ديكوريشن حواليها. وبعدين نغرف السلطه بتاعتنا زي ما قلت بعد الساعتين. يعني ايه بعد الساعتين؟ بعد ساعه، ساعه ونص، ساعتين. يعني ممكن الصبح كده واحنا بنفطر نقوم عاملين السلطه دي وشايلينها لساعه الغدا بقى نقدمها. وهنحط هنا، ما نحطش الخس غير ساعه التقديم. تاني اهو بكرر مرارا وتكرارا، ما نحطش الخس غير ساعه التقديم. لكن كل الخضروات اللي انا حطيتها دي هتمتص نسبه الملح الموجوده جوه الرنجه وتقدم لي طبق صحي للغايه. ليه؟ لان طبعا احنا ما بناكلش، يعني كل خوفنا من نسبه الملح الموجوده في الرنجه، فعشان كده احنا اهو نشيلها كده ونقدم بالهنا والشفا. خلاص ادي الطبق بتاعنا غرفناه اهو، واتفضلوا معانا.